والأخ يسأل على موضوع الصلاة بدون إقامة. هي الصلاة من الأفضل أن حتى ولو كان الإنسان بمفرده أن يؤذن لها وأن يقيم حتى لو يصلي في بيته، لكن لو صلى بدون أذان وبالإقامة فصلاته صحيحة، وحتى لو صلى بدون أذان وبدون إقامة أيضا صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لكن من الأفضل أن يقيم. ليه؟ لأن إقامة الصلاة يعني من الأفضل أن تسبق الصلاة. لكن هل هي ركن من أركان الصلاة؟ احنا ايه اللي مخلينا نقول لا، لابد ان احنا نفرق بين الآداب وبين الشروط وبين الأركان؟ يعني هل هي ركن من أركان الصلاة؟ لا، ليست ركن من أركان الصلاة، فبالتالي لو لم يأتي بها الإنسان فصلاته صحيحة. لكن الإنسان لما يصلي هو يريد أن يأخذ الأجر كامل والثواب كامل. طالما أنك أنت تريد أن تأخذ الأجر كامل وأنت كده كده هتصلي، طب ما تأخذ الثواب كامل، صح ولا لا؟ طب بتاخد الثواب كامل، يبقى تؤذن وتصلي السنه القبليه اذا كنت هتصلي في بيتك ولا شيء، وبعدين تقيم الصلاه، وبعدين تدخل في الايه؟ في الصلاه. وبعدين هل لو انت فرضا مستعجل ما لا تريد انك انت تؤذن وتصلي السنه القبليه وتدخل، على الاقل الاقامه، الاقامه ليس فيها يعني لن تاخذ اي وقت، حتى ولو كنت في العمل، الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله، مش هتاخد حتى نصف دقيقه ولا اقل، حتى نصف دقيقه، وبعدين تدخل في الصلاه. لكن لو نسيت مره، ليس على سبيل التعمد يعني، وانما على سبيل النسيان، ودخلت في الصلاة مباشرة فصلاتك ايه؟ صلاتك صحيحة. جزاك الله خير.